أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرسل فيها عبر زمان كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات وفقا لصحيفة بريطانية، أمريكا هدرت 12 مليار دولار من أموال العراق في عام 2004. ونطالع في المدى، الناتو يريد إرسال دفعة جديدة من المدربين إلى العراق. جاء في موقع كتابات، لا حديث عن الانسحاب، الجيش الأمريكي يشرف على تحركات الشرطة العراقية في الفلوجة. وفي الجزيرة نت، نيويورك تايمز، ترامب ومقربه تواصلوا مع الروس أكثر من 100 مرة. العرب الجديد، قوة أمريكية خاصة تحاصر البغدادي في 10 كيلومترات. ونقرأ في القدس العربي، وزير الخارجية الفنزويلي يرفض مهلة الأوروبيين لإجراء انتخابات. ونطالع أخيرا وليس آخرا في الحياة، استشهاد شاب فلسطيني في جنوب قطاع غزة. أهلا بكم. لا أظن أن عراقيا فاهما قد طار فرحا وامتلأ فخرا لأن الحكومة والبرلمان الجديدين قد أقرا موازنة مالية للعام الحالي، هي ثاني أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وثاني أكبر موازنة بين دول أوبك، وثاني أكبر موازنة بين الدول العربية، وتعادل تخصيصاتها حوالي 110 مليارات دولار أمريكي. تخصيصات الموازنات في 8 من الدول من دول المنطقة لهذا العام، فهذه المعطيات هي مما ينطبق عليها قولنا الماثور، نحن العراقيون يعمل حلاوة بقدر مثقوب، بحسب مقال للكاتب عدنان حسين في صحيفة المنى. في سنوات سابقة كانت لنا موازنات فلكية كموازنة العام الحالي، ومنها موازنة 2013 التي أفاد منها تنظيم داعش الإرهابي أكثر مما انتفع بها الشعب العراقي الذي وقع ثلث مساحة بلاده تحت الاحتلال الداعشي، فيما ملايين من وجدت نفسها بين ليلة وضحاها خارج الجغرافيا والتاريخ، ولو لم تتصدق بعض الدول عليهم ما كانوا قد وجدوا مخيمات نزوح للوذ بها، عدا عن أن مئات الآلاف وبخاصة من الأيزيديين والمسيحيين وسواهم قد فقدوا حياتهم أو تعرضوا للتعذيب والاغتصاب وفقدان المصير. العراقيون الفاهمون لا يشعرون بالفرح والفخر لزيادة تخصيصات الموازنة العامة، ذلك أنهم يعرفون أن المعنى الأبرز والأثر الواضح لزيادة التخصيصات هما زيادة حصة حرامية المال العام من هذه التخصيصات. الموازنات السابقة حتى الكبرى منها لم تحدث فرقا محسوسا في مستوى الخدمات العامة، الكهرباء والماء والصحة، التعليم والصرف الصحي والنقل والاتصالات إلى آخره، ولم تترك تغييرا ملموسا في الاستثمار. أحد أعضاء كتلة سائرون البرلمانية تعهد بعد إقرار الموازنة بأن كتلته ستراقب صرف تخصيصاتها دينارا دينارا. صيغة المبالغة هذه أولى علامات عدم الجدية في التصريح، فمن المستحيل تحقيق ذلك. لا نريد المراقبة متابعة صرف كل دينار، فالدينار عملة افتراضية لا قيمة لها في الواقع، أقل فئة منه بقيمة 250 دينارا التي لا يمكنك الشراء بها غير علكة رديئة نوعية للغاية. العراقيون يريدون المراقبة على مستوى عشرات ومئات المليارات والملايين من الدولارات التي ستتدفق على الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات والإدارات العامة. لم تتخذ النخب العراقية والكلام هنا عن التي توجد داخل العراق مواقف تعبر عن حقيقة رفضهم مظاهر الفساد وتحريف العقائد والتغيير الديمغرافي وتكريس الطائفية، بل قبلت
نخب جامعية وعلمية أمورا كانت تبدو إلى فترة قريبة ضربا من الخيال، كمسألة إدخال قصص تدخل في صميم المعتقدات التي يروجها بعض الزعامات المستفيدة من غطاء الدين والطائفية إلى مناهج التعليم بكل مراحله من رياض الأطفال وحتى الجامعية، وفق مقال الكاتب فارس الخطاب في العرب الجديد. على الرغم من مضي 16 عاماً على سقوط النظام السياسي والبنيوي في العراق وقيام النظام الحالي وفق هندسة الولايات المتحدة التي سعت إلى وسمه بالنموذج الموعود للأنظمة الديمقراطية والتعددية في الشرق الأوسط، إلا أن واقع الحال أجبر واشنطن قبل سواها على أن تعترف بأن العملية السياسية في العراق خرجت عن السيطرة، وأن النموذج الحلم بات وهمياً ليس إلا ذلك بعد أن دخلت كل الأوضاع في هذا البلد سياسية وأمنية واجتماعياً وحتى تربوياً خارج نطاق السيطرة، وبات كل شيء تقريباً تحت مظلة الوجود الإيراني القوي هناك، وأيضاً داخل دائرة الجهل والتجهيل والفساد الكبير الذي تقوده وتنفذه الزعامات الدينية الطائفية وقادة الكتل السياسية المتنفذة، وباستخدام ممنهج وغير ممنهج للنخب الثقافية والعلمية وحتى الدينية، وكانت هذه إلى فترات ليست بعيدة تمثل جزءاً من آمال المستضعفين من أبناء العراق كافة. لعل الغريب واللافت في موضوعة العراق ونخبه المتعددة دخول الأغلبية من هذه النخب في حومة التدين والانحياز الطائفي، ولكن من دون الأخذ بالروح الديني والتدين اللذين جاء بهما كل الأنبياء والتابعين والرسل، وهذه الروح كما يراها الوردي هي يرى البعض في هذا العصر أن الدين يدعو الشعوب إلى الخضوع والاستسلام لحكامها الظالمين، وهذا الرأي ينطبق جيدا على الدين المستأجر الذي يستخدمه الطغاة، أما الدين الذي يأتي به الأنبياء المنذرون فهو دين الثورة. لا يتم توجيه هذا النداء هنا إلى من هم في داخل العراق وحسب، بل إلى كل المثقفين والفنانين والكتاب في خارج العراق، حيث هامش الحرية أكبر وقول الحق واجب لا يرده أي عذر يقال هنا أو هناك، وحسبنا في الثورات العالمية وطرق دعم النخب الوطنية لها نموذج يزخر التاريخ به. جاء في موقع كتابات الحملة غير العادية التي نشهدها منذ فترة والتي تطالب بإخراج القوات الأجنبية من العراق والتي تتصاعد وتيرتها مع مرور الأيام، تكاد أن تكون حملة خاصة بميليشيات وأطراف تابعة وخاضعة للنظام الإيراني، ولم يعد بخاف على أحد ارتباطها بسياسات وتوجهات إيرانية ذات صلة بالصراع الأمريكي الإيراني الدائر حاليا والذي تواجه فيه طهران أوضاعا صعبة ومريرة غير مسبوقة إطلاقاً، تحاول بمختلف الطرق تعويضها عبر التركيز على الساحة العراقية. هذا ما جاء في مقال للكاتب علاء كامل شبيب في موقع كتابات. هذه الحملة المشبوهة هي بمثابة كلمة حق يراد بها باطل، ترافقها أيضاً حملة أخرى بدأت بعد الضربات الجوية الإسرائيلية المتلاحقة التي تعرضت لها قوات النظام الإيراني ومراكز تواجدها في سوريا، حيث بدأت هذه الميليشيات العميلة بإطلاق تهديدات ضد إسرائيل وتطالب بالذهاب إلى سوريا لمواجهة إسرائيل، مع ملاحظة أن هذه التصريحات العنترية التي تهدف لكسب عطف الشارعين العراقي والعربي، علما بأن هذه التصريحات العنترية رافقت أيضا تصريح فانتازي آخر لقائد القوات الجوية الإيرانية العميد عزيز نصير زادة، الذي بدوره أعلن عن استعداد بلاده للمعركة الحاسمة مع إسرائيل التي وصفها بأنها ستؤدي إلى زوالها. والذي يثير السخرية والتهكم في هذا التصريح وتصريحات الميليشيات العميلة لإيران أن كلها مجرد هواء في شبك، وإن الشر ودمار النظام الإيراني وعملائه في بلدان المنطقة لم يكن يوما ضد إسرائيل، بل كان موجهاً دائماً ضد بلدان وشعوب المنطقة.
المطالبة بانسحاب القوات الأمريكية هو لأن الأخيرة تسعى من أجل تقليم الأظافر الإيرانية التي صارت أطول من اللازم في العراق، ولا سيما وأن تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال كلمته أمام منتدى دافوس يوم الثلاثاء الماضي من أن إيران تمثل تهديدا حقيقيا وخطيرا، مشددا على أنها لا تزال تسعى جاهدة للحد من حرية العراق واستقلاله. جاء في العرب اللندنية أمر الفريق الفيلق الأول في القيادة العامة الجيش والقوات المسلحة السورية بإصدار وثيقة بعنوان أوامر وتعليمات حول نشاطات القوات الصديقة في المنطقة الجنوبية، تلزم القوات الصديقة المقاتلة معه كحزب الله والقوات الإيرانية بارتداء زي الجيش السوري وبعدم رفع أي شعارات أو رايات لا علاقة لها بالجيش. هذه الأنباء المتواترة منتشرة حالياً ومتواترة حول سوريا من داخلها ومن خارجها أيضا، وحول العراق من داخله ومن خارجه أيضا، حيث ترسم هناك ملامح وضع جديد مقبل في المنطقة، لن يكون بالضرورة أفضل مما كان، لكن الذي خلق المشكلة ثم جعل حلها على أيدي الإسرائيليين والأمريكيين والروس والألمان والفرنسيين وحتى البريطانيين والأتراك هو المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دون سواها، بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية. إلى مدى قريب كان القادة الإيرانيون يوصفون بالدهاء والحنكة في ممارسة السياسة، رغم أنهم لم يتعلموا أصولها وفنونها وإلى عيبها في مدارس وجامعات ومعاهد متخصصة فيها، إذ إنهم لم يغادروا حسينياتهم ومدارسهم الدينية المكتفية بالخرافات وأساطير الأولين. ورغم أنهم في زمن ليس بقصير منذ العام 2003 وحتى العام 2018 حققوا فتوحات لا تنكر، إلا أن نجاحهم ذاك لم يكن بفعل مهاراتهم ولا بجبروت جيوشهم وقواهم الذاتية العسكرية والاقتصادية والسياسية وحدها، بل يعود أغلب أسباب ذلك النجاح إلى ضعف خصومهم في العواصم التي فرضوا هيمنتهم عليها، أو بفعل فاعل دولي اقتضت مصالحه أن يغمض عينيه عن همجية نظامهم وتخلفه وعن أحلامهم التوسعية القائمة على الإرهاب والعنف والانتهازية والابتزاز، وأن يسهل لهم انتشارهم خارج حدودهم، ولكن إلى حين. وبيت القصيد هذه المقالة هو بيان حجم الغباء وعمى البصر والبصيرة اللذان قاداهما إلى مأزقهم الحالية والآتية على الطريق، والدليل على ذلك ما يتلقونه اليوم في سوريا وقريبا في العراق من ضربات وإهانات وعقوبات حتى، ثم لا يستطيعون الرد بغير تهديدات كلامية لا يملكون القدرة ولا الجرأة على تنفيذ أي منها. جاء في الحياة: مضى أول شهر والحراك في السودان بطيء جدا، ولا شيء في الشارع يرعب الرئيس عمر حسن البشير حتى الآن، وعلى الرغم من تعداد المدن إلا أن كل شيء يحدث وفق قواعد محددة احترمتها أحزاب المعارضة، ولا تمس نظام البشير إطلاقا، والبشير باق بحسب مقال للكاتب فارس بن حزام في الحياة اللندنية. إن احتجاجات السودان تأتي هذا الموسم والعالم العربي مرهق أتعبته سوريا وليبيا واليمن 8 أعوام، وأتعبه العراق 16 عاما، وتبدو الصورة واضحة لدى دول المنطقة والمجتمع الدولي، لا مزيدا من القتال، إما انتقال سلمي أو الصبر على القدر. الغاضبون الصادقون في غضبهم ومطالبهم لن يعجبهم هذا الكلام، فهم يعيشون رومانسية الخلاص ويتطلعون وأنا معهم لحكم أفضل يستحقه السودان، غير أنها واقعية المشهد. لقد حكم البشير طويلا بما لم يسبق إليه رئيس سوداني، وصار أقدم زعيم عربي وملاحق منذ 11 عاما، ولا يشبه مرحلة اليوم، فأقرانه غادروا أو هدموا المعبد فوق رؤوس شعوبهم مثل صالح اليمن وقذافي ليبيا وبشار سوريا،
والأول قاربه في منهج الحكم وإدارة شؤونه الداخلية وعلاقاته الخارجية، وقد طبق منهجه بحذر شديد جاء بانقلاب عسكري، وسجن رفاقه وتقلب في تحالفاته الداخلية، وتقلب مع جيرانه، وتقلب مع الإخوان، وخاض حروبا عبثية، وانتهى إلى تسليم نصف البلاد للمتمردين. يضيف الكاتب أن السودان يستحق إدارة أفضل من البشير، فإذا تغنى المصريون بنيل واحد ففيه نيلان وثروة زراعية وحيوانية لا تعادل فيه دولة عربية واحدة، ومعدل سكاني يلائم مساحة البلاد، وكفاءة علمية بشرية يشهد بها العرب والعالم. خطوة رائعة اتخذتها دولة قطر قبل أيام عندما صدر مرسوم أميري بفرض اللغة العربية لغة التخاطب الرسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية في قطر، وجعلها لغة التعليم الأولى في البلاد. فيصل القاسم كتب في القدس العربية عن المدارس الخاصة التي تدرس بالإنجليزية والفرنسية وغيرهما من اللغات، وتتعامل مع اللغة العربية والتاريخين العربي والإسلامي ومادة التربية الإسلامية كمواد ثانوية. وبما أن هذه المدارس أصبحت أقوى وأكثر انتشارا من المدارس الحكومية التي تعلم بالعربية، فلا بد من دمجها بالنظام التربوي العام الذي أصبحت لغة الضال فيه عماده الأول. تنتشر المدارس الأجنبية في العالم العربي كانتشار النار في الهشيم، ورغم ارتفاع أقساطها الدراسية إلا أنها تحظى بإقبال عز نظيره عن العرب، خاصة في الدول العربية ميسورة الحال. في الآن ذاته يعاني التعليم الحكومي في معظم البلدان العربية من تدهور تلو الآخر، مما يدفع بالكثيرين إلى إرسال أبنائهم وبناتهم إلى مدارس أجنبية. طبعا ليس هناك مشكلة في وجود مدارس أوروبية وأمريكية في العالم العربي، خاصة وأن لغة التدريس فيها هي اللغة الإنجليزية، ناهيك عن أن أساليب التدريس في المدارس الأجنبية متقدمة كثيرا على نظيراتها العربية، لكن الطامة الكبرى في هذه المدارس غير العربية أنها تخرج أجيالا عربية منسلخة من ثقافتها وتاريخها وأحيانا لغتها. وإذا استثنينا العادات والتقاليد التي يحصل عليها الطلاب العرب من تلك المدارس الأجنبية، وهي تقاليد مختلفة تماماً عن التقاليد العربية والإسلامية على أقل تقدير، فإن المشكلة الأكبر هي أن المدارس المذكورة تقوم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية كمادتين ثانويتين هامشيتين. لغة الضاد، لا أدري لماذا لا يتم تخصيص عدد أكبر من الساعات أسبوعية لتدريس اللغة العربية في المدارس الأجنبية، بحيث يتقدم التلاميذ في اللغتين العربية والإنجليزية على حد سواء. تحية إلى مدرسة الشويفات التي تدرس العربية 5 أيام في الأسبوع جنبا إلى جنب مع الإنجليزية وليس كمادة ثانوية. فما أجمل وأن نجد تلاميذ عرب يتحدثون الإنجليزية والعربية بطلاقة، بدل معاملة العربية كاليتيمة على مائدة اللئام بحسب الكاتب. بعيدا كل البعد عن السياسة، التقط تلسكوب الفضاء هابل صورا أيقونية عديدة، أبرزها صورة ألترا ديب فيلد، وهي مشهد لآلاف المجرات من مختلف الأشكال والأحجام والألوان. وفي 2012 أصدر فريق هابل نسخة أعمق من هذا المشهد، لكن يبدو أنه لا يزال بجعبة هذا التلسكوب الشهير المزيد قبل تقاعده القريب. فقد أصدر فريق من الباحثين من معهد أستروفيزيكس بجزر الكناري في إسبانيا ما سموها أعمق صورة للكون على الإطلاق من الفضاء، وهي تبدو مختلفة تماماً عن صور هابل السابقة. وكانت صورة هابل الأصلية ألترا ديب فيلد المجال الفائق العمق في عام 2004، حيث تصف بأنها عين عميقة في المركز للكون تتخطى مليارات السنوات الضوئية.
متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.